اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله ام. اكله ام النهارده بساطه سهوله مرونه، خلي يوم عندك في الاسبوع يبقى اكل صحي. اكتب على باب التلاجة كده يوم الحد من كل اسبوع زي الشيف المغازي ما بيقول، يبقى الاكل بقدر الامكان هيلثي، يعني بنسبه 50-60% تبقى حاجه حلوه. معانا النهارده حاجه جديده، هنعمل البرغل باللحم والحمص. الطبق ده بيجمع ما بين ثلاث انواع من البروتين، بروتين حيواني، بروتين البقوليات، بروتين الحمص، حاجه لطيفه وجميله. ولكن نعمله ازاي صحي؟ بالتاكيد في تركايه وفي تفاصيل للحكايه. معايا شوربه النهارده بيسموها في العيادات الطبية بتاعت الأكل الهيلسي شوربة حارقة الدهون. إيه مكوناتها وإيه قصتها؟ مكوناتها كرنب أحمر، كرنب أبيض، جزر، جنزبيل، تفاصيل كده. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض إزاي ونحبب حضراتكم فيها. أنا مش هطول على حضراتكم لأن الأكل النهاردة هيلسي صحي، والصحة تاج على رؤوس الأصحاء، والوقاية خير من العلاج. مهم جدا ان احنا نعرف احنا بناكل ايه وبنستفيد ايه من الاكل بتاعنا عشان المضمون بتاعنا صحيا للاولاد والصغيرين والكبار. خلينا نطلع فاصل صغير، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل الاكل الصحي. اكتب على باب التلاجة يوم في الأسبوع يبقى الأكل صحي. هنبدأ بأول طبق هنعمله مع بعض النهاردة، وعجبني الطبق ده في مكوناته. معانا برغل، وإحنا عارفين البرغل منتجات القمح الصلب، برغل خشن، برغل ناعم اللي بنستخدمه في الكوبيبة في سلطة التبولة. معانا لحم مفروم، ومعانا حمص الشام بيستوي على النار، ده طبعا لازم يكون سبق تسويته. تعالوا نشوف نعمل إزاي مع بعض الطبق ده. ده الحمص اهوت، وأنا عايز أستفيد بالمية بتاعته الجميلة الحلوة، كلها بروتين، كلها معادن. المقادير على الشاشة لا تتعدى أصابع إيدك العشرة. لحمة مفرومة ضاني أو كندوز، نسبة الدهون من 20-10% تقريبا، وصف الجزار حبيبنا. معانا برغل اتغسل ثم صفناه من المية وحطينه بالشكل ده كده. البرغل الخشن في الناعم والخشن، نجيب الخشن. معانا حمص بيستوي على النار، ومعانا بصل وبهارات، معلتين زيت زيتون. طبعا مش هنستخدم انواع من السمنه او الزبده، هناخد البصلايه الحلوه مهم جدا، ومعايا جنزبيل طازه فريش زي الفل. بصلايه بنقطعها كده جوليان شرايح، سيبك من المصطلحات الطهويه دي كلها، المهم تتقطع بالشكل ده كده. سكينتك تمسكيها كده بايدك بمقبض ايدك زي الفل علشان ايدك ما تتعبش مع وقت كبير في المطبخ. بصلايه حلوه زي دي كده، بنحط شويه زيت زيتون. اللهم صل على النبي. دايما نار الشيف تبقى شديده الحراره شويه. بصلايه زي دي كده، اللهم صل على النبي، اهي حلو الكلام. نفس القصه وانت في المطبخ. مش مطلوب مني ان انا احمر البصلايه جامد عشان الاكل ده هيلث بقدر الامكان. والبصلية بتتحمر كده، بندلعها وبنونسها بشوية ثوم طازة، أي درنيات، بصل، ثوم، جنزبيل. القيمة الغذائية الأولى له إن هو بيحرك الدم في الشرايين الدقيقة من الجسم. زي الحارق للكوليسترول، مفيد جدا، نقدر نستفيد بيه. أدي البصلة مع التومة، في انسجام بينهم زي الفل. معانا من الكزبرة الخضراء شوية، أنا أحب الكزبرة الخضراء دايما في أطباق هيلسي زي دي كده، أو الكرفس بالشكل ده كده، واستفيد بالمية بتاعته. ما يتغسلش الخضار بعد التقطيع، اوعي في حياتك تفكري تغسلي خضار بعد ما تقطعيه، يفضل طبعا الغسيل مسبقا. كده احنا حلوين قوي مع بعض. ايه البهارات بتاعتنا؟ جنزبيل طازه او بودر، ما عندنا مفيش مشكله. البهارات عندنا حارقه للدهون زي البابريكا، شويه كركم مفيد جدا بينقي الكبد من الدهون، الفلفل الاسود بتاعنا، الماء المغلي. دايما يكون عندك حل على النار اسمها حله الخير، فيها كل حاجة، فيها بوكي جرني، فيها جزر، فيها كرفس،
فيها بصل، فيها شوية بهارات حلوين. عينيا اهو 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 العب اهو اهو. شفت الشقاوة؟ هو ده. بس خلاص. حلو؟ تمام. ايه الحلاوة يا عم الشيف؟ هنقلب كده. على طول ما بتاخدش وقت. الحلة دي فيها كل حاجة، فيها خبرة طهوية، فيها طعم اهو. طيب نكمل مع بعض ازاي الحكاية بتاعتنا والحدوتة دي يا عم الشيف. واحدة واحدة. هغطيها هسة. دقائق معدودة، يعني لا تتعدى دقيقتين تقريبا. معايا اللحمة المفرومة ومعانا البرغل. هنعمل ايه في اللحمة المفرومة يا شيف؟ هناخدها زي ما هي كده في كسرولة ازاز زي دي كده، وشوف هعمل فيها ايه. تركاية حلوة كده زي اخواننا في اليابان وفي الصين. هناخد اللحمة دي كده نحط عليها بهارات من الجنزبيل، فص توم محترم حلو كده، سنة من الخضار الحلو ده كده، الملح والفلفل يا عم الشيف. مش هعمل انا ايه جو بقى اللحمة المسبكة والمتعصجة بتاعة المكرونة واللازانيا والجو ده خالص. وزي ما هي كده اهو بقلبها. اللهم صل على النبي. حتة اللحمة في ايدي متدلعة ما فيهاش دهون تقريبا خالص. الجزار صاحبي وحبيبي، يعني نسبة 5% نقول. هبرة بيسموها اخواننا الشوام، لحمة هبرة اللي بيستخدموها للكوبيبة احنا كلنا عارفينها، يعني من غير دهون، لان الكوبيبة لو حطيتي فيها دهون يا ست الكل تفك منك في قلب الزيت وانت بتحمريها. اه مسكت حتة اللحمة كده غزتها زي الفل. فيها طعم، فيها طعم، فيها بهارات، فيها بهارات. صلي على الحبيب قلبك يطيب. نفتح كده واحنا مع بعض اه، وياخد اللحمة دي كده. يلا جاهز معايا؟ اه. ما عسكتش اللحمة لا بزيت ولا بسمنة، بسقطها كده في الحلة اللطيفة الحلوة اللي فيها الخبرة الطهوية، فيها بصل مع توم مع كرفس مع كزبرة مع بهارات، طعم زي كده اهو. وبعد ما اخلص اللحمة دي يا عم الشيف بالشكل ده كده زي داوود باشا تقريبا، هغطيها. اللحمة تتماسك، تاخد القوام، تاخد الشكل. ننزل بالبرغل بتاعنا اللي هو جاهز. كلنا عارفين البرغل ده احنا ممكن ناكله ني في طبق تبولة، فاذا البرغل هنا مش محتاج وقت في السوا خالص. اه شفت اللحمة بالشكل ده كده. آه. تمام. نقلب تقليبة صغيرة كده. آه. ما تحطيش واحدة على التانية، خلي بينهم فواصل. آه. ولكن مطلوب هنا درجة الحرارة تكون عالية جدا. نبص عليها كده يا عم الشيف. اه ايه الاخبار؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ اللحمه غيرت لونها. اه حلو قوي. نحط شويه كمان تاني. آه. معانا الحته دي كده. اعزمي بقى اصحابك، قرايبك، حبايبك، ماما عندك عملت اكله حلوه النهارده، تعالي يا ماما قولي لي ايه اخبار السكر معاكي، ايه اخبار الضغط معاكي، ايه اخبار الدهون معاكي، عامله لك اكله هيلث النهارده. حلو اهو بالشكل ده كده. اخر حته معلش، ونشيل دي من هنا. اللهم صل على النبي. بتقلبه صغيره كده مع استمرار غليان الحله اهو زي الفل. هغطيها تاني هسه وقت صغير يعني اهو. والتغطيه هنا مطلوبه ليه يا عم الشيف؟ عشان تتبخر كل المقادير مع بعضيها كده بالشكل ده كده. البرغل معانا اهو، ده البرغل. شوية البرغل دول بديل لهم ممكن تستخدمي فريك، بديل للبرغل ممكن تستخدمي رز بسمتي، مفيش مشكلة، اختياري. أنا حبيت أعملها بالبرغل النهاردة حاجة لطيفة. معانا بقى طبعًا سيد البقوليات كلها والريتش قوي في البقوليات من البروتين، الحمص الشام. أه إيه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ أه بص على الحلاوة دي كده. بناخد شوية حمص كده بنحطهم هنا. شفت بقى القيمة الغذائية؟ إيه الجو ده يا عم الشيف؟ أصبح إن الطبقة دي فيه كل العناصر الغذائية اللي بيحتاجها الجسم، سواء الأطفال، سواء الكبار، سواء اللي عندهم مشاكل صحية. أه زي الفل. ناخد البرغل بتاعنا الجميل الحلو ده كده. عينيا أهو. بص على الحلاوة، بص على الحلاوة. هو ده هو ده. دي التفاصيل. أه أنا هبدأ أرص البرغل كده بالتفاصيل بتاعته، وأستأذن حضراتكم ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، نرجع نعمل طبق شوربة بيسموه في الصيدليات الصحية والتغذية حركة الدهون. ليه سماه حركة الدهون؟ التفاصيل بعد الفاصل. أو تروحوا بيت.
ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للحلويات. لما نقول حلويات يعني خبرة طهوية، يعني دراسة تغذية سليمة، يعني بنحط ايه على ايه عشان في الاخر نحصل عليه. تدفع كام يا شفيق؟ قول لي. هو ده هو ده هو ده هو ده. اللهم صل على النبي. لا بص بقى، اللحم تحت مستوي، الحمص الشام، تفاصيل جوه الحلة دي زي ما قال المغازي، التفاصيل في الطاسة والمغازي جاب الخلاصة. ايه الحلاوة دي يا عم الشيخ؟ ايه الجمال ده؟ بصل هتلاقي، توم هتلاقي، لحمة مفرومة هتلاقي، الحمص الشام دي نسيبها على النار هسة على ما نعمل مع بعض شوربة مشهورة في بعض العيادات الطبية الغذائية الهلسي، يقولك عليك بالكرنب وعليك طبعا بالجزر والكرفس والحاجات اللي احنا عارفينها، نيجي نعملها ما نقدرش نشربها لانها بالله مره. حلو الكلام. المقادير على الشاشه، شوربه نقدر نستفيد بيها، بتنزل الدهون، بتظبط السكر في الدم، حارقه للكوليسترول، الحاجات دي كلها هي مكوناتها، حتى لو كناها بطريقه تانية هنستفيد بيها. يعني حله الكرنب المتعارف عليها لو عملناها هيلسي بالزيت من غير لحمه هي نفس الطريقه، الكرنب عملناها سلطه مع جزر نفس الطريقه. المقادير على الشاشه، كرنب اخضر اللي هو بتاعنا العادي اللي بنعمله محشي، عندنا الكرنب الاحمر اللطيف اللي بنستخدمه في اطباق السلطه، عندنا جزر مبشور، عندنا كرفس مفروم ناعم قليل من الشبت حبيبنا، وبصله وتومه لطيفه وجميله، ومعلقتين من زيت الزيتون، وما ننساش معانا كمان بصل اخضر مع قرن فلفل حار سبايسي لطيف زي ده كده. حلو الكلام. تعالوا شوفوا نعمل طبق الشوربه ده زي مع بعض، نخليه على النار وبعدين نتكلم عن الحله بتاعتنا اللي فيها ثلاث انواع من الدهون، سواء دهون البروتين الحيواني وبروتين البقوليات والبروتين بتاع الحمص. طيب اول حاجه الحله على النار كده فيها زيت زيتون شديدة الحرارة. حلو. بصلاية لطيفة زي دي كده. حلو. بناخد البصلاية زي ما هي كده، تشويحة صغيرة مع معلقة زيت زيتون. اللهم صل على النبي. اهو في قلب الحلة. يلا مع السلامة. حلو. بننزل مع البصلة دي يا عم الشيف، مش هنزل بالتوم، لا هنزل بالكرنب بتاعنا اللطيف ده كده، نفس القصة هنزل بالجزر اهو. طب ليه ما غليتش المية وحطيتها يا شيف؟ انا احب اشوح الكرنب مع البصلاية في التومة كده ومعلية زيت صغيرة. الله، حلوة زي ما هي كده. عندنا شوربة بتغلى على النار، فاكرينها دي دايما معايا كل يوم اهي. زلزال هو ده. خلصت الشوربة. السر في اللي نازل من الحلة من فوق، حلة على النار فيها كرفس وجزر وبصل وطماطم وحبان وورق لورا وقرنفل قرفة اللي هي الدارسين، القرنفل اللي هو المسمار، الحبان اللي هو الهيل. اخواننا اللي بيتابعونا في الدول العربية، البهارات بالمسميات بتاعتها عبد العطار، كل ده مع بعضه، كل ده هو ده. مش عايزة تخلص. هو ده. هنغطيها كده زي الفل. عندنا مشكلة مع الكرنب، نيجي ناكله بيحصل لنا انتفاخ، يعني طبيعي لأن الكرنب من الورقيات اللي بعد، فسبحان الله تحط له كمون او شبت خلاص عالجت المشكله. سلقت الكرنب في حله ميه بالكمون وعصره ليمون، اتخلصت من الماده اللي ممكن تعمل مشاكل مع الكولون. الشوربه اهي جاهزه زي الفل، بنخليها على النار. التوم يتحط ني زي ما هو كده، تاخد الفليفر بتاعه يبقى الطعم بتاعه قوي، معلقه توم محترمه كده في قلب الشوربه. حلو الكلام. عندنا الشبت ده حرامي، خلي بالك اكتر حاجه من الثلاثي المرح، كزبره، شبت، بقدونس اللي بنستخدمه في طبق الشوربه، الشبت ده بيسرق الطعم فما نكترش منه، دول كفايه قوي. حلو الكلام. معانا كمان كرفس، الورق بتاعه. شفت الشوربه مكوناتها؟
زي الفل. طبعا ما تعملش بشوربه لحمه يا شفيق، خلي بالك تبقى بوظت الدنيا دي كلها. تعال نغرف مع بعض البرغل بتاعنا الجميل في جات حلوه كده زي ده كده، ايه رايك؟ بس خلونا ناخد الفلفل ده كده كمان. على فكره الفلفل الحار اللي هو زي اللي معايا ده كده، ده برضو بيساعد على حرق الدهون، خلي بالك. بصل اخضر بتاعنا ده كده اللي مش موجود في اي بقعه في الارض غير عندنا، سبحان الله. شفت الشعب المصري ربنا كرم عليه ازاي؟ والله العظيم بجد هي دي الطبيعه. بصل الاخضر ده اللي سافر وراح وجا وعمل، قول لي كلت بصل اخضر زي اللي عندنا؟ مستحيل. وعلى فكره البصل الاخضر ده موسوعه غذائيه، موسوعه طبيه، لا يغني عنه صيدليه ولا دكتور. هنحطهم كده، انا بصراحه مش هقلبها، هسيبها زي ما هي كده، مخرج عايزها كده. تعالوا نغرف مع بعض البرغل بتاعنا اللطيف الجميل اهو. يلا معايا، صلى على الحبيب قلبك يطيب، هو ده. بص اللحمه بقى، شوف التفاصيل بقى، شوف التفاصيل في قلب الحله. الطبقه دي في كل حاجه، عايز لحمه هتلاقي، بروتين هتلاقي، حمص، برغل هتلاقي. يا ريت تعملوا الطبق ده النهارده. ما خدش دقائق معدوده. الف هنا وشفا. ده عايز طبق سلطه خضراء، تبوله، فتوش، عندنا صدر فرخه حلو كده محترم يتشوي جنبيهم، وبقت وجبه غذائيه بنسبه تقريبا 90%، يعني مرحله اولى من التنسيق. اضحك انا عارف، هو ده هو ده. تمام زي الفل، خلصنا. حلو، مش مطلوب منك في التايم اللي معانا ده دلوقتي على الشاشه ومع حضراتكم من اول ما بدانا انك تعملي الاكل ده كله، انا معايا شطاري المساعدين ومجهز المزمبراز بتاعي، ولكن انا بدي لحضرتك فكره حلوه ازاي بقى يوم في الاسبوع اكل صحي بقدر الامكان، ازاي بقى يوم في الاسبوع نخرج من جو المحمر والمشمر والمحاشي المعتاده اللي احنا بنعملها. ايه المشكله؟ يوم في الاسبوع ما ناكلش خالص، ايه الدنيا يعني؟ مش هيحصل حاجه، بالعكس صحي. شايف اللحمه؟ شايف الخير عندنا؟ الهبره. طبعا الحمص، في كفر من الحمص، كفر من البرغل على كرات اللحم المدعمه ببروتين الحمص والبقوليات القمح بتاعنا زي الفل. جرنش كده لطيف زي الفل اهو. الله، الشوربه بتاعتنا اخبارها ايه؟ على النار اهو. ده ورق البصل الاخضر، خلي بالك ده ورق البصل الاخضر. طبق لطيف وجميل، ده كفايه قوي على السفره على فكره، يعني ده لو قدامي على السفره انا مش هميل ايدي في طبق تاني خالص، بيغنيني عن اي حاجه تانيه. نروق الدنيا دي ونشيل كل ده كده بقى، وزي ما قلت لحضراتكم يوم في الاسبوع بنكتب على باب التلاجه الاكل صحي. طب انت عايزه تعملي الاكله؟ مش شرط، شوفي ايه اللي في التلاجه عندك وابداي حط المنيو بتاعك، زي زمان كانوا يعلمونا في المدرسه يدونا خمس جمل او خمس كلمات يقول لك حطهم في جمله، انت نفس القصه، طلع اللي في التلاجه حطهم قدامك على الكاونتر وحطهم في اكله. حلو الكلام؟ مش هتحطهم بقى ايه؟ طب ده عندك برغل، عندك لحمه مفرومه، عندك فراخ، تعملي شويه لازانيا حلوين للاولاد، تعملي مكرونه بالبشاميل. نقلب ده كده، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ شفت الشوربه؟ شفت الشوربه بالوانها؟ الوان. بص بص على الحلاوه، بص بص اللون ده كده، شوف الجمال ده كده. بصل اخضر تلاقي، كرنب تلاقي. انا عارف انك بتحب الصوره كلها. ايه ده ايه ده ايه التفاصيل دي؟ اوب 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 اوب. كمان واحده، كمان واحده. تدفع كام؟ حساب كتر كده يا شفيق. الشوربه دي اللي اشرب منها يدعي لي بجد. الخضار لا تاكل منه عادي، بالعكس. زي الفل، نغرف الشوربه بتاعتنا دي كده خلاص زي الفل، مش لازم يغلي كتير على النار. هي الفكرة كلها وصلت لحضراتكم، انت معاك الوقت بتاعك بقى، والمطبخ ده مملكتك، ودايما الشيف المغازي يقول مفاتيح السعادة الزوجية في جيبك، مش هتدوري عليها، مش هتجيبيها من عند البقال، مش هتجيبيها من عند السوبر ماركت، تخش المطبخ بحب، هتعملي كل حاجة بحب. طبق شوربة اهوت، احنا ما اشتريناش حاجة، الحاجات دي موجودة عندنا في التلاجة. شفت الحلاوة دي؟ شفت الجمال ده؟ ننزل بالشوربة؟ اوه ده. بس خلاص، حلقتنا النهارده بساطة سهولة مرونة، قدرنا نسيطر ونعمل أكل لطيف وجميل فيه قيمة غذائية عالية جدا. طبق شوربة، الصورة الحلوة تتحدث عن نفسها وتعني مليون كلمة على شاشة القناة الأولى. طبق قيمته الغذائية عالية جدا، أنا شخصيا
بعد ما اخلص دلوقتي للامانه هاكل من الطبق ده، هلاقي كفته، هلاقي لحمه، هلاقي برغل، هلاقي حمص، عايز ايه بعد كده؟ نقول الحمد لله. حلقتنا النهارده ببساطه اكل صحي يوم في الاسبوع، يوم الاحد من كل اسبوع، برنامجنا اكله امي متنوع، 7 برامج بتشوفهم في الاسبوع. اذا كان يوم السبت بنخش المطبخ نعمل الاكلات المشهوره، يوم الاحد اكل صحي، يوم الاثنين اكل مصري من صميم المطبخ الصعيدي والمطبخ الريفي المصري اللي بوجه له تحيه كبيره من مزبيرو، يوم الثلاث من كل اسبوع بيبقى اكل انترناشونال، يوم الاربع بتكون اكله سمك لطيفه وجميله، الخميس والجمعه اعاده. تابعوا الشيف المغازي على شاشه القناه الاولى والفضائيه. منين يا مغازي؟ من مزبيرو. We'll be right back.